الإمام وخلونا مع الهيام. وقال الإمام مجدد الدين الوتري البغدادي رحمه الله من كتاب هذا مولد خليل البرية البرزنجي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته وجميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة. واختنا ندى السيد ساشم الشيخ أحمد رفاعي شاعر البيت والبيت دولة كويت وهو الوالد شاعر بعد. يقول رياح الصبا هي بقبر محمد وبني وبني بني علينا الطيب من ذاك القبر ربا طيبة له في ليلك الذي بأحمد يحكي قدرة ليلة القدر رسول أتى في آخر الرسل بعثه ولكنه في الفضل في أول الذكر يوم استمحوا يا صاحبي رجال مصلى فيكم صفوة الورى سكان بدر فيكم طلعة البدر. هي قصيدة كبيرة وهاي من هنا بعدين نقرأ آخر ثلاث بيوت. يقول زرته رزت بزلات بها العمر قد مضى فإذا هو لم يشفع فينا ضيعة العمر. ربي لي عدوي من ذنوبي وفيهما فكفرتها بالمدح في شافع الحشر رجا بالتقى قوم النجاة وإنني فقير من التقوى فيه غنى فقري. وايد قصايد وهو من الأولياء الصالحين المتري وهذا الأساس. والسيد يوسف الرفاعي مكتبة الوزير نائب شيخ الطريقة الرفاعية الصوفية وانتو دعوا لهم وشكرا فاتحوا.